بدينا وعني بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين. شدة في الصباح البنات، ذكرت وهك راجلي يقول لي فاتنو شبيكي شدتي في صباح الخير، كل يوم صباح الخير، ما نقولي السلام عليكم، فما ناس تفرج فيك في الليل، فما ناس تفرج فيك في العشية، حصير نسلم عليكم وين ما كنتم وقت ما كنتم، نحييكم ونقولكم إن شاء الله أياماتكم ونهاركم أسعد الأيام. وأنا شادة في الروتينات الصباحية على خطر نحب هكا نبعث النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية دي كيما العادة. أي شنو طقسكم البنات؟ إحنا الطقس عنا ممطر بظهري نافع الأيامات دي، أما ربي يجعلها إن شاء الله غاية نافع، إن شاء الله ربي يشفي جميع مرضانا ويرحم جميع موتانا يا رب العالمين. أنا نستبشر بالشتاء خطر والدة في الشتاء ونحب الشتاء. الطقس البنات ما هوش في صالحي بحكم أنا توالية هكا نشمس الدنيا ونقد في بيت النوم وفي الدرب، كل مرة باش نعمل معاكم حاجة هكاك نشجعوا بعضنا. فما كومنتريت جوني قالوا لي فاتن راهو شجعتينا والكل، سامحوني برشا قولوا لي فاتن ما رجعتيش علينا الكومنتير امس واليوم، ما رجعتش عليش على خطر الانترنت عندي مقصوصة، نشرجي بالفلوس رجعت قصت عليه مانيش عارفة عليش ريزو ولا شنيا. المهم هذاك عليش ما نجمتش نرجع عليكم، اما راني نقرا في المساجات. المهم البنات اليوم باش تشوفوا هكا روتين زاد حتى هو كله نشاط وحيويه وكله تحفيزي. شوفوا بيت النوم بعد ما تبدلت بعد ما تجدد، نقول لكم ان شاء الله ان شاء الله عليش على خاطر انا تو في طنبك روتين، قصيت على الروتين باش نجي نطيب فطوري ونرجع للتنظيفات. حاضر معاكم الاكله ولا التباره هكا السريعه فيت في ونمشي نكمل معاكم الروتين اللي هو محفز بالحق واللي مازالت مبدتش تبدا وقيد. كلي تخدم كلي قاعده في الدار كلي ما نعرفش انا، معناتها لازم الواحد ديما ينظم داره ديما ينظم اموره، مانيش نقول لك كلي مهووسه يوميا ولكن هذيك هي يعني رحله الشتاء والصيف. جا الصيف خرجنا تبش الصيف، جا الشتاء دخلنا تبش الصيف وخرجنا تبش الشتاء، وهذيك هي الدنيا، هذاك حال الدنيا ولحال يدوم دوام الحال على الحال من المحال. ربي بقي الستر على الجميع ونبدو على بركة الله في روتيننا لليوم اللي كله نشاط وحيوية. ما تنسوش يا البنات شاطوني رأيكم في التغيير حكا في الحاجات البسيطة وفي والله البنات عملت أهفار من حاجات نتعب صحيح في المشي باش نلقى الحاجة، ولكن نعمل حوايج على قد الحال وأميم طن هكا تبدأ مرتبة. المهم هاكم معايا وان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. يلا اول حاجة باش نعملها باش نغسل معاكم الخضرة، هاي الخضرة اليوم هاي نقص نغسل خضرتي ونكمل بقية الروتين. قلت لكم مرة راني انا الخضرة ما نغسلهاش بالجبال، ليش؟ لانه ما هوش صحي، شوية خل في الماء تخلوا هكا الخضرة حتى لين يهبط التراب متاحة وبعدين تصفوها وتستعملها. شوفوا اجواء المطر عنا البني، شوفوا صباحنا كيفاش، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم غيث النافع. شوفوا جاب ربي جاب ربي حطيتها في المقصورة هذه، جاب ربي الجرية محطوطة في المقصورة هذه، سينون راهي مشت الحمد لله والشكر لله. أما شوفوا الطقس البر باش كلها تبل، عاود تبل من أول وجديد كيما قاعدين نشوفوا هنا، مازالوا مبلولين مدخلتهمش من البارح. صلي على النبي على المطر. يا سبحان مغير الأحوال، هذه مقتطفات من فيديو البارح. ثواني البنات باش نوريكم، شوفوا سبحان الله كانت شمس وجاب ربي حميدة راجلي قالي فات نخليها الجرية تبات البرا، قلت لا لا وكانت تصب المطر الحمد لله يا ربي ما تعبنيش، وليت دخلتها الجرية ذاك عليش منعت. وهنا هاو كتبيات عندي جاب ربي
اصلا البنات انا دي فيه راه حتى بندق جاب ربي تفرهد امس اليوم ليل، يعني نهار اللي زبط المطر شد الدار وما خرجش حتى هو. هنا البنات باش تشوفوا برشا دنيا داخله بعضها، مش نفرش يا البنات، نقعد انا وياكم. اه ها ها راني فرشت وخليني نهبط لك النار، نهبط الشيء اللي عندي. شفتوا علاش نصور لكم فيديو كيكي؟ باش نقول لكم البنات ما يصعب راهو شيء ما يصعب عليك، معناتها بالتشجيع اعملي كوراج وخملي دنيتك. انا باش تشوفوا الفوضى هذه كل عارفيني كنت عندي، معناتها قعدت بريود كبيره في المتلوي في بحذا امي ومع عرس ولد خالتي والكل، يعني كتبش اللي هزيته معايا كي رجعت ما نظمتش روحي، ما لقيتش روحي في ساعه في ساعه، فالسكان والفاليزات والدبش اللي محطوط والدنيا كلها دخل بعضها، وهاكي جبتي بروس وهاكي حطيتي. فكي قعدت مع مخي وقلت لازم يخمل بيت النوم، وليت جبت كل شيء من مكياج من دبشي من ليزاكسسوار شيء كبير اللي هزيتهم معايا من صبابتي من سيكاني كل خرجوا هالي بديت، وبدت تبين وتشوفوها من بعد كيفاش ما شاء الله خرجت الدنيا. هذاك تونس تونس وتحية تونس ديما معايا ديما في القلب. وذيك القطوسة مين؟ وذيك كنت بربيتها أنا، ماتت الله يرحمها قطوستي. شفتوا هذوما البنات المناديل هي كلهم شيح جونسون زاد شيح حتى هاي. هنا جاتني خطة في راسي، جبت الدولاب هذيا كالعود الأصلي، قلت منجمش نحل هذيا. هذينا حينة بالنحية هذي باش نصب البرفان في هذيك، خاطر تكسرت لي صاي هذي ولت البلارة مليحة ما عادش تصلح غضتني. هلا لا كسرتها، احلى ريحتها العود الاصلي يا ابني والله كان قدادة. هاي تقولي للا ماكش حرة، حرة يا للا حرة 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 الحرايب. هذايا العود الأصلي مش اللي هو حتى والدبوزة، قعدتلي مكسرة وما نعملش بيه. هاي هذايا العود الأصلي، تو نحطها في دبوزة بلاستيك مسالش ما طاحتش قيمتها راح بالعكس. نحطوها هنا ونعملو منها ونلوحو كل لوحو، هذه زادة نتاع العود، عود خاص. ونهبطو توا الأقجر هذا، شوفو نتاع اللونات الكل مزال خير مزال بسم الله. يا البنات راهو فيديو تشجيع وفاتن وفاتن اش تعمل تو، راني نشجع راني نشجع فيكم البنات. اما عندي كتبوك نشوفو كي الجال نتاع رجلي، عندي انواع عطاني الطبيب هذوما خديتهم ونشي عاد نعمل فيهم زاد القدام. شكيفو مالكي شوفو بارفانتي هذيا، بارفانات عندي حاطة في الشيرة الأخرى اللي كنتو تو تشوفو حاطة في الشيرة الأخرى بارفانات. استنو نهبط هذايا أهم شي باش ميتقلبليش، نحو هما هكا ونقلب. حشاكم بوبيه هاني حطيتها باش نعمل بيه، صفيت هاذوما خليهم، هاذوما راني مخملتهم ديجا هنا.
تعرفوا البنات وانا اللي مفد باش نسيت في فاليزتي قفطان يمة وسلسلة ياسمين قعدت معايا متاع الله اللي هتتهيلها في عيد ميلاد هذيك بقت ما هزيناهاش ما نعرفش ولا قعدت في الساك. وانتو كان رجعوا معايا ذوكم هنا عندي لي زاكسسوار وكل هكا خملتهم القجر ذكروا تعمل لي عليه الفوندوتان قبل كنت حتى فيه مكياج وكل كما تعرفوا اللي انا اللي دهنتها بتنو فدهنتها من برا ومن داخل قاعد لونها على لكاجو هكاكا لون بلانز ما دهنتهاش على خاطر قربله فيها في الدهنين وكل هاني هنا كمل النظم الحويجات هذوما بعدين باش نرجع كل حاجه لبلاصتها راحه نفسيه رغم التعب الكل اما ديما نتشجع ونقول اه تو نشوفها من بعد ديما انا عندي الصوره الاخرى نتاع الحاجه مزيانه هذاك علاش تلقوني مستمتعه في الرحله شنو مستمتعه نبدا نجري ونجري باش نوصل لك اللحظه ذيك يعني نتحمس لها رغم التعب الكل واي حاجه باش توصل لها وتكون باهيه لازم تتعب عليها راهي هذيك هي الدنيا فمش حتى حاجه تجي بالسهل والمتعه فك الرحله هذيك وانت قاعد تحضر وتقد وتو كنت تفرج في روحي نقول والله ها عملت افار معناتها نظمت حتى كي دخلت للدار رميت برشا حاجات راهو البنات اما ديما احنا نساع عنا دبش بزيد عنا الحاجات كي نشوفوا حاجه تعجبنا ناخذوها مثلا لي زاكسسوار نتاعي راني تعبه عليهم راني كل حاجه لمت لها من مصروفي باش ناخذها هكا اللي ما نجمش نرميهم يعني ديما يبقوا هكا نحصل وهنا هاني نقد في الريدو هذايا اللي باش نركبه تو باش نقدو ونخليه على شيره نكمل نخمل البيت وبعدين نولي نركبه هو وانا مختار الالوان الفاتحه هكا بيت النوم بيضاء ريدوات بيض لما حالة بدلت الغلاف في الغامق تو تشوفوا على ذكر اني حكيت لكم قلت لكم على الصاله والكل برشا جتني تساؤلات على الصاله هنا اني عملت الريدو بالاسبيراتور الحقيقه رحمه ذي من ناحيه مش الريدو ذي نظيف اما جوستاني عملت لها ضريبه كيف الثريه هنا مسحتها مسحان اصلا هي نظيفه لاني هبطتها قبل ونظفتها كعبه خرجتها نظيفه بكلها فقعدت لي حق نظيفه مش قلتي انا شويه مع الغبره نتاع الكراهب والكل في الشارع اما هني ديما ننظف هنا المرايه زاده نمسحها بالاجاكس وبالجاكس جريدة الحصيل قلت لكم برشا سألوني على الصالة فما شكون جاوبت وفما اللي قاعدة نجاوب وكما قلت لكم الانترنت مخصوصة نقرأ مساجات قلت خليني نجاوبكم على صالة قصر قبة النحاس اللي عمل فيها قريب راجلي العرس برشا قالوا لي فاتني يا اخي الفرقة شو اسمها والعشام على الصالة ولا لا حسب معلوماتي من حميدة سألته لكم قال لكم ايه كل شيء تنظم الصالة حطيت الجافيل شدت الجبة من الوطن حطيت الجافيل والمو باش نحك القاع لازم القاعة تخرج لي ونظيفة ومن احسن اللحظات اللي نحبهم انا هي نصب لومو جافيل على الزلاز على الزلاز راهو مش البارتير بارتير لومو يشهبوا اما الزلاز كي تعملوا له لومو جافيل يخرج لكم نظيف عفيف انا راهي بيت النوم مزلزه ماهيش ما فيهاش بارتير ديجا البارتير نتاع الصاله راني انا اللي عملتها كانت زلاز ما كانتش بارتير معناتها الكلوار والصالة وكل انا اللي عملتهم من بعد هنا البنات اللي تابل دنيا وراني قد مش بدت بالاسبيراتور وقد ما عمل موش ببك محلولين لما حلا هو يتسمى لي نهار اليوم ممطر اما انا البارح خملت وقلت لكم راني باش نبيتها ما نمسهاش خاطر الجرايه في بالي باش نرجع نخرجها للسطح خليتها الفوق فك الفيراندا ولا التراس على اساس باش نخرجها البر يا اخي ما كتبش وليت اليوم قلت لازم نراجعها باش يرقد راجلي مرتاح فيها وكل خاطر راقدين على كجريري جريري موس عاديه وليت رجعتها هي هكيك اريح انه اصلا نحب اللم يزيني عييت البنات ومازال عندي الدهك راهو نشجعكم الناس كلها ديجاكم شفتوا تو الطقس باش يبدا متقلب ماذا بيكم
استغلوا الفرصة أي نهار تشوفوه هكا دافي خملوا فيه نظموا فيه شوفوا محلاها نظافة شوفوا تعطي برشا طاقة وشوفوا لي فيها أجواء الشتوية لبنات وأحلى أجواء شتوية لبنات. هذه هي أجواء الشتوية. مزدت هنا باش نركب الريدو نتاع الشباك هذايا ضر ما شاء الله شدة بعضها. وهنا يا صديقاتي نركب في الريدوات نركب فيهم والله رجلي في الشباك نقول يا ستار تستر. تعرفوا في الحاجات هذية في الحاجات الكبيرة اللي نعملها في داري ولا الزازة ولا اللي تحبوا انتوما نحس ديما ما نحبش هكا نقدر نشكيكم كلها اما نحس بقيمة الأخت نقولها ما صابك جيت عندي أختي نفهم أنا وياه نمشي نعاونها تجي تعاوني. بصراحة بلاصت لخي ما يعوضها حتى شيء الأخت. كان جيت عندي أخت راهي محظوظة. طبي نحكيهم خير الله ورفانيت حميد واحدة جلدو البرفان تاعي مش خليها هذوما خليهم عجبون تاع بهين كيك مع الورد. انا راني ما نحبش بيت النوم تبدا معبية. بيت النوم البنات بالنسبة لي انا نحبها ديما فار نحبهاش معبية نحبها ما تبداش مليانة تتبش برضو كي ندخل بيت النوم ماذا بيا فيها كان الفرش اكهو اي باش نهبط الفرش ونجيب الجرايه ونفرش ونوريكم الوحده الجديد اللي عملتها وقداش خليت قماش. طب بعدين نجيب التدلي لما يبين لكمش كل شيء بداك خيط متعدي نتاع ثوب من غديك تو نجيب بعدين التدلي خلينا نجيب جرايه ساعه نحطها. أنا البنات دخلت الجراية هنا كيما قاعدين نشوفوا في جرايتي وهنا جبت ال ريسكلاير راهي الدنيا ولات لي جبت الضمة هذه خيطتها البنات كسوة جديدة صندوق خيطته شريت القماش نتاعو هذايا كوطون على متجين ولا كيفاه هذايا خذيت القماش نتاعو بثلاث آلاف المتر لقيت كوبون هكا قريب تفرغ خذيت منها كيما قاعدين تشوفوا هنا في الكبر نتاع هذايا صندوق راهو باش يتلبس هاكم كيما قاعدين تشوفوا هذايا تو البنات باش يتلبس صندوق كامل ساهل داير اهو باش نلبسو للجراية. تعرفوا البنات بالحاجات بسيطة راكي تنجمي تغيري مش بالضرورة التكاليف غالية باش تعملي حاجة واو. المهم الذوق المهم انتي تعملي حاجة انتي حبتها كي تحطيها في دارك تبدي شيخ عليها وعامل عليها كيف ميهمكش انتي في رأي الناس. انتي شنو تحبي انتي فاش ترتاحي للألوان انتي كيفاش تحبي تشوفي بيتك كيفاش تحبي تشوفي صالتك كيفاش تحبي تشوفي كوجينتك معناتها الا اذا تكوني مثلا محتارة بين حاجات وتحبي تخيري معك شكون ولا عجبوك حاجتين هكاك سينو الحاجة اللي تريحك اعمليها خاصة في بيت النوم خاطر بيت النوم راهي هي راحة نفسية لواحد ومش يحط راسه بعد تعب نهار كامل ويقعد فيه. شوفوا البنات الجراية كي لبست ريتو حالة تو بدت تظلم الدنيا معاه قولكم البنات. شو بعد ما فرشتها وريت ننظف فيها من هكا الخيوط اللي فيها من وقت اللي تتخيط راهي مش مني انا الخيوط هذيك وليت كنستها بكل الاسبيراتور. وهنا هذه المخده اللي تشبه للريدو مش تشبه نفس قماش الريدو عملت منها عندي زوز حطيت واحده والاخرى ماكم عارفين مبلولين والاخرين محطوطين اللوطه ما هبطش باش نطلعها. عارفه فرش وهذه الفرشه هكا وبهكا نكون كملت الروتين معاكم. شوفوا الغلافات هذو مزيدة نتاعها وهذه نتاع المخادد تو نركبهم تو نكمل نصور لكم اما تو التليفون ما عادش فيه اسباس. دوز هاولهم ديجا مغسولين صح وتصبت المطر باش نعمل هذيا في الطول هنا ده
هما الزوز الاخرين الصغار مازالوا في الواه. شوفوا شوفوا الجوتي كيف جد، شوفوا الفرش اها هذاك فيه زوز مخدد. تو نجيب المخده الاخرى على لون الريدو. اها هي هذه هي بيت النوم بعد ما كملت خلط فيهم. اي هذه فيها الورد على الواحد متاع الريدوره. شوفوا هنا زاد عامله شويه ورد. ها هيا شقولكم البنات في الفازات، بيت النوم لازم تكون هكا سامبل، سهله مهله، ما هيش صعيبه برشا، في حطانها فيها زينها. قلتو لي مش بيه غامق خاطر فما ملح في الجري تو نحط. اما ذي راني جست الصندوق حبيت نوريه لكم نعطيكم فكره كيفاش نجمو. راه نجرب هذه نقص لها ضوء هالوطاني. اي شفتوها على فاز الريدوها وين اي هكا احلى. شفتوا هكا البنات محليها هاوين. هذه هي بيت النوم بعد ما تقدت. اسمعوا المطر كيفاش نكتي البنات، والمخادد تبلوا كلهم متغسلوا. نهار علي اليوم جاب ربي عندي شوي احليها نظافة، والله احسن حاجة في الدنيا نظافة. الدرعش التصوير بحكة امورنا تبدأ مريق، ونستنى رايكم عاد على جوي عشان نجم. شوفوا في المراية، باي المراية سيدي توري. ها اي والله حتى الضرية وردها فكرة للتصفيق. باي باي صديقاتي، ما عملتش البخور خاطر باش نبتو فيها تولي ريحتها كلها بخور في الليل مش باهي، لازم شوية نفس. ان شاء الله غدوة نبخرها كي نكمل معاكم تنظيفة الشتوية. اي عاد جماتكم ويني ويني جماتكم ويني جماتكم يا البنات على الديكور. خلنت في نسكر الشباك ده، ما عادش فيه البنات من التعب ومن العطش، ما عادش خنسكر الشبابك ده. هاني ركبت ملحفة ذي ملحفة البلوماري. وهاي عم خددها